وهاخد من كده طبعا طموحك على المستوى الدولي. طبعا يمكن ما كانش في نصيب في المباراتين بتاعتكم، ما كنتش موجود في القائمه، لكن ان شاء الله بالمستوى اللي بتاديه حتى على الفترات الصغيره بتقدم وبتاثر. يعني طموحاتك ايه مع منتخب مصر، وشايف خطوات منتخب مصر بالنسبه للكهرباء اللي جايه شكلها ازاي؟ لا والله، يمكن انا لما ما روحتش المعسكر اللي فات طبعا، يعني يمكن زعلت كتير جدا، بس يعني طبيعي. لكن وجهة نظر طبعا كابتن حسام بدري، يعني الواحد يحترمها، ويعني هو واقف معايا كتير بصراحة. يعني كابتن حسام بدري يعني يمكن كان معايا في منتخب اولمبي ومنتخب مصر اللي جابني المعسكر اللي قبله، فوقف معايا كتير، ويمكن انا بشكره جدا يعني على وقفته معايا، وانا مش زعلان يعني ان هو ما اختارنيش. برر ليك عدم انضمامك للمنتخب في بس والله في انا مش الفترة الأخيرة يمكن ديت مع انا جوجو. مش عايز ادخل التفاصيل في التفاصيل ديت، بس انا زي ما بقول لك، انا هو وجهة نظر كابتن حسام بدري وبحترمها. و ما اتكلمش معاك؟ لا لا لا، ما اتكلمش معايا. هي وجهة نظر تحترم في جميع الأحوال، يعني في أول آخر أنا اختيارات منتخب مصر، بس أنت من جواك إن شاء الله الفترة اللي جاية، بتكلم على أنا الفترة إن شاء اللي الله جاية إن بإذن شاء الله الله. يعني جاهز، بإذن الله إن شاء الله أقدر يعني أتمرن كويس وألعب ماتشات بشكل كويس، عشان خاطر إن شاء الله أروح أنضم لمنتخب مصر إن تاني شاء بإذن الله. الله مع كابتن حسام. وأنا نفسي الصراحة يعني نروح كأس عالم ونحقق فيها حاجة، يعني نوصل للدور اللي بعد كده إن شاء الله، ونفسي ناخد بطولة كأس أمم أفريقيا إن شاء الله بإذن يا الله اللي رب جاية إن شاء يا الله. رب.